بسم الله الرحمن الرحيم، راح نتعرف في هذا الفيديو على طريقات تحويل من الهكساديسيمال إلى الأوكتال والعكس، وأيضا راح نتعرف على بعض من طرق الجمع. في البداية راح نتعرف على مثال بسيط، وهو تحويل مثلا لو عندنا 8 بيس 16 تساوي كم في بيس 8 اللي هو من هكساديسيمال إلى الأوكتال. ما في طريقة مباشرة نقدر نحول منها من الهكساديسيمال إلى الأوكتال أو من الأوكتال إلى الهكساديسيمال، فراح نحول الهكساديسيمال إلى الباينري أو إلى الديسيمال اللي هو من 16 إلى بيس 2 أو من 16 إلى بيس 10، ونفس الطريقة مع البيس 8 لو كان عندنا الرقم من بيس 8 من حوله إلى بيس 16. فالثمانية راح تاخد 4 ديجيتس مثل ما قلنا، بما أن الـ2 باور 4 تساوي 16 فراح تاخد 4 ديجيتس. احنا عندنا 7 تساوي 1 1 1، فالثمانية راح تساوي 1 0 0 0. حولناها إلى بيس 2، من بيس 2 بنحولها إلى بيس 8، ناخد كل 3 ديجيتس 0 0 0 1، ناخد 3 ديجيتس فراح تعطينا 0 1، فراح يكون الجواب 10. هاي الطريقة نحول من الهكساديسيمال إلى الأوكتال. نفس الطريقة لو بغينا العكس، فراح نحول، ما نقدر نحول بطريقة مباشرة، راح نحول إلى الباينري أو إلى الديسيمال. الباينري بيكون أسهل، طبعا يعتمد على الشخص يحب يحول إلى الباينري أو إلى الديسيمال. نفس الشيء نفس الناتج راح يعطيه، فما في طريقة مباشرة بينهم، فراح نحول أول إلى بيس 2 وراح نودي إليهم. فهذا بالنسبة إلى التحويل من بيس 16 إلى بيس 8. حننتقل إلى الجمع. لو عدنا مثل هذا المعادلة اللي هو الجمع، أو خلنا نرجع ناخد فكرة سريعة عن الجمع العادي اللي هو الديسيمال، ونشوف شلون يكون الجمع العادي. لو مثلا عدنا 5 8 زائد 6 2 1، الجمع عادي. 6 زائد 8 راح تعطينا 14، 4 1 باليد. هاي اللي تعلمناه في ال... أو خلنا نغير اللون أحسن. هاي اللي تعلمناه في المدارس في الابتدائي. 5 زائد 2 7 زائد 1 8، 1 نص ما. فهاي الطريقة الجمع العادية له 10 له الديسيمال اللي نستخدمها في حياتنا اليومية الطبيعية. لكن لو رحنا إلى الباينري، شلون طريقة حساب الباينري؟ نروح ناخد الديجيت مجموعية الديجيت لها. قلنا احنا عندنا في الباينري 2 ديجيتس، اما 0 او 1. فبما ان عندنا 1 1 زائد 1 راح تعطينا 10. 10 في ال... له قلنا هنا اذا كانت 10 او 14 راح ناخذ 1 زيادة فوق. فهني نفس الشيء راح تعطينا 1 زائد 1 2، 2 في الباينري يساوي 10. 10 يعني 0 1 باليد.
صفر زائد واحد واحد زائد واحد اثنين، يعني صفر واحد باليد، واحد واحد وصفر، واحد زائد صفر واحد زائد واحد بعد صفر واحد باليد، له الاثنين تساوي العشرة، واحد واحد اثنين واحد ثلاثة، فواحد ثلاثة عدنا بتساوي 11، فالواحد بتنزل واحد باليد. الحين واحد واحد صفر واحد باليد، واحد واحد له ثلاثة وصير واحد واحد باليد، صفر واحد باليد، واحد واحد صفر واحد، هاي بتنزل. فبهاي الطريقة راح يطلع عندنا الناتج الجمع في الباينري. طريقة مو صعبة بس تحتاج شوي تركيز، يكونون الأرقام متباعدة عن بعض، ما تكون جدا قريبة من بعض في فترة، عشان نقسم كل رقم مع الرقم اللي تحته بشكل صحيح عشان ما نتخربط فيها. الحين لو انتقلنا الى الاوكتال اللي هو بيس 8، بيس 8 قلنا اذا وصلنا الى لحد عندنا 8 ديجيتس، من نوصل الى 8 راح تعطينا 10، 9 راح تعطينا 11، 10 راح تعطينا 12. فشنو راح نسوي في هذا البيس؟ 5 زائد 6، 5 زائد 6 راح يعطينا 11، 11 راح تعطينا 13، يعني 3 واحد باليد، 2 و 4 6، 6 و 1 7، سبعة ما فيها مشكلة، سبعة واثنين تسعة، تسعة اللي هي 11، واحد واحد باليد، واحد بما أنا ما وياها شي فراح تنزل. وهي طريقة الجمع في الأوكتال، سهلة ما فيها أي تعقيد. نفس الشي حين نروح للهكساديسيمال، لو أخذنا على سبيل المثال A to A B زائد to C، شنو راح تعطينا؟ قلنا ال A عبارة عن 10، B 11، C 12. B زائد C راح تعطينا 23، ناقص 16 عشان نشوف كم فيها 10، لأن عندنا 16 ديجيت من نطوفهم له نوصل 16 راح يعطينا 10. فلو نقصنا 23 ناقص 16 اللي هي راح تكون 23 ناقص 16 راح تعطينا 7، فسبعة واحد باليد. ال A 10 وياها زائد 2 12 زائد 1 13، شنو هي؟ 13 A 10، B 11، C 12، D 13، فراح تكون D 2 راح تنزل نفس ما. بهاي الطريقة تعرفنا على الجمع ديسيمال اللي كنا نعرفه، تعرفنا على الجمع في الباينري، تعرفنا على الجمع في الهكسا ديسيمال وفي الأوكتال. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه.